يعني حطك بموقف كتير صعب. منقول تعصيبه هالسنة، وهذا الشيء اللي عملته منيح بتحبس بتحبس بعدين بتنفجر. وانت ليش انفجرت على هاندا؟ وغير هيك هي ما كانت غلطانة قدي. كوراي، البنت زعلانة. ماشي البنت عم تظهر ملعنتها، بس عن جد زعلتها. انت ليش هيك عم تعمل بحالك؟ أمير بلا ما نحكي بهالشغلات. طيب ماشي، بس في موضوع لازم نحكي فيه كوراي. هاندا ليلتها اجت لعندك وقلعتها من على الباب، بعدين اجت لعندي، كانت متقلة بالشرب وانا كمان كنت سكران، شربنا للصبح وسكرنا، والصبحيات اجت جونجا، يعني ولما هاندا فتحت الباب جونجا فكرت شغلات طالعة نازلة. تركنا من جونجا هلا، فريحة شو عم تفكر؟ ما بعرف ليش عم تطلع هيك، ولا مفكر بدي خانقك انت وهاندا؟ انت وهاندا يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.